يعني حتى كلام الاستاذ فوزي لقجع زي ما قلت لحضراتكم ان هو تم نفيه، يعني طلع متحدث رسمي باسم الاتحاد المغربي وقال ان لا الكلام ده ما حصلش، لانه طبعا الكلام اللي اتقال ده كلام غريب جدا 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 جدا. وخلوني بس الخص لحضراتكم الحكايه من بدايتها. اتحاد كوره بيخبي جواب استضافه المباراه النهائيه وما بيبعتوش للنادي الاهلي. وعلى راي الفنان الكبير جدا محمود المليجي العظيم قال لك ايه؟ وعايز نكسبها. عايز نكسبها. اتحاد قاري بيتجاوز كل اللوائح والاعراف وبيمنح المباراه النهائيه لنفس البلد للمره الثانيه ان لم تكن الثالثه علشان يوجه البطوله لنادي بعينه على ارضه وبجماهيره وعايز نكسبها. التصريحات اللي حضراتكم سمعتوها او اللي انا قلتها لحضراتكم من شويه وتم نفيها، بالمناسبه لازم اقول كده، وتم نفيها، ان يطلع ويقول ان المغرب فازت بتنظيم النهائي بالاصوات وديمقراطيه ويطلع الكاف ببيان يقول اصل السنغال انسحبت من التنظيم فديناها للمغرب وعايز نكتبها. حتى في العشر تلاف تذكره ما يوصلنيش منهم غير 2000 ولا 2500 تذكره وعايز نكسبها. ده رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ما كانواش عارفين يخشوا الملعب وعايز نكسبها. فوزي لقجع يطلع يقول اصل النهائي كان لازم يبقى مغربي خالص. اهو اتفضل حضرتك، اتفضل كل اللي حضرتك شايفه ده والله اقسم بالله هو هذا الكلام زي ما نائب رئيس النادي الاهلي ووزير سابق مش عارف يخش ملعب المباراه النهائيه اللي هو نائب رئيس نادي فيه واعضاء مجلس الاداره واحد واحد هم ورا بعض، استاذ خالد مرتجي امين الصندوق، استاذ محمد الجرح، الاستاذ طارق قنديل اعضاء مجلس الاداره. ما هو المطلوب اكتر من كده؟ تخيل حضرتك ان ده بيحصل، هل عمرها حصلت هنا؟ لم تحدث اطلاقا ولن تحدث. زي ما حضراتكم شايفين انا مش بقول اي كلام، الصوره مع حضرتك اهو، السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي وزي ما حضرتك شايف. اتفضل. ويقول لك ايه يا جماعه ده يعني السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي كابتن محمود الخطيب زي ما حضراتكم عارفين عنده شويه مشاكل في ظهره والكلام ده كله، ولكن مش قادر ينزل الراجل يعني. فالاستاذ العمري نزل له ولف وعمله كابتن حسام غالي، وبعد كده شفتوا بقى اللقطات اللي حصلت